في الفيديو السابق تحدثنا عن الطاقة الأيونية وهي الطاقة اللازمة لإزالة الإلكترون من الذرة المنفردة، وشاهدنا النزعة العامة في الجدول الدوري، بحيث عندما نكون في أسفل اليسار قرب السيزيوم، السيزيوم يريد التخلي عن إلكترونه، لديه ذرة كبيرة، لديه إلكترون واحد إضافي في الغلاف السادس، يمكن له التخلي عنه، من ثم سيكون له 5 أغلفة، إذا يريد فعلا التخلي عنه، إذا يتطلب طاقة قليلة للتأيين. على الجانب الآخر من الجدول الدوري يتطلب الهيليوم طاقة الكثير من الطاقة التأيونية، إنه مستقر جدا، لديه غلاف مليء بالإلكترونات. نعم، الذرة صغيرة جدا، الإلكترونات قريبة جدا من البروتونات، إذا قوة التجاذب فائقة جدا. نعم، إذا يتطلب طاقة عالية لإزالة الإلكترون منه، وهذا تحدثنا عنه مسبقا. والشيء الذي أريد إضافته أو تغطيته هنا في الحديث عن الخصائص أو النزعات الأخرى للعناصر هي فكرة طاقة التأيون الثانية. طاقة التأيون الثانية أو Second Ionization Energy، وأريد التحدث عن هذا لأنه أحيانا ترون هذا في عنوان ما من كتاب كيمياء ما. طاقة التأيون هي الطاقة اللازمة لإزالة الإلكترون الأول لتتحول الذرة إلى أيون موجب. هذه طاقة التأيون الأولى مثل ما فعلنا في الإجراء هنا في الفيديو السابق. طاقة التأيون الثانية هي الطاقة اللازمة، انتبهوا، الطاقة اللازمة لإزالة الإلكترون الثاني. نعم، والسبب لكون هذا مثير للاهتمام هو أن طاقة التأيون الثانية يختلف ترتيب العناصر فيها عن طاقة التأيون الأولى. أي أن العناصر التي الذي العنصر الذي لديه طاقة تأيون عالية ليس بالضرورة أن يكون لديه طاقة تأيون ثانية عالية، وقد يكون هذا صحيحا. على سبيل المثال، النيون لديه طاقة تأيون عالية جدا، يريد فعلا الحفاظ على 10 إلكترونات خاصته لأنه يملأ الغلاف الثاني. نعم، ومن ثم حتى لو كنا قادرين على إزالة هذا الإلكترون سيصبح ب9 إلكترونات وتوزيعه الكالفلور، إذا الإلكترون الثاني أيضا يصعب التخلي عنه. نعم، إذا هنا الطاقة التأيونية الثانية هي ما تزال عالية كالأولى، لكن أحيانا سيكون غير ذلك كما ذكرنا، عناصر بطاقة تأيون منخفضة ولديها طاقة تأيون ثانية مرتفعة. حسن، وهذا نراه هنا على يسار الجدول. دعونا نفكر بهذا إذا، وهذا قد يكون مربك أحيانا. الليثيوم على سبيل المثال، الليثيوم طاقة التأيون له منخفضة جدا، لديه الإلكترون الزائد ويريد التخلي عنه، لكن عندما يتخلى عنه سيصبح في حالة مستقرة جدا، والتوزيع الإلكتروني له سيبدو كالهيليوم، إذا إزالة هذا الإلكترون الثاني سيكون صعب جدا، إذا الليثيوم له طاقة تأيونية ثانية عالية. وربما ستسألون سؤالا مثل: أي من هذه العناصر لديها أكبر فرق بين طاقة التأيون وطاقة التأيون الثانية؟ طاقة التأيون وطاقة التأيون الثاني، بحيث تكون طاقة التأيون الثاني أعلى من طاقة التأيون. هذا ينطبق على الليثيوم أو أي عنصر في الجدول في المجموعة الأولى، لأنه حالما نزيل الإلكترون الأول فإن التوزيع الإلكتروني سيصبح مستقر جدا، وإزالة الثاني ستكون صعبة جدا. وأيضا نرى هذا في الرسم هنا بالطبع الطاقة التأيونية الأولى، لكن لنقل في حالة الليثيوم أزلنا ذلك الإلكترون وكان ذلك أو كان هذا سهل جدا، احتجنا فقط 5 إلكترون فولت للقيام بهذا، لكن التوزيع بعد ذلك سيبدو كالهيليوم، إذا الطاقة التأيونية الثانية ستبدو عالية كالهيليوم في طاقة التأيون الأولى. على أي حال، لا أريد تشويشكم أكثر، لكن هذه نقطة مثيرة كان يجب أن أنوه إليها. الآن لننتقل إلى الخاصية الثانية وهي الكهروسلبية. إلكترون نيجاتيفيتي. نعم، جاء هذا المفهوم من قبل ليونس بولينج، كان كيميائي مشهور جدا، كان مشهور في إقناع البشرية أن فيتامين سي يعتبر مفتاحا للحياة الأبدية، لذلك أخذ جرعات كبيرة من فيتامين سي. على الأرجح يجب أن أقرأ هذا مرة أخرى، لا أريد الترويج الأكاذيب عن ليونس بولينج، لكن على أي حال هو الذي خرج بمفهوم الكهرو سلبية. والفكرة هي عندما تشكل ذرتين الرابطة التساهمية، لم أشرح بعد الرابطة التساهمية، وكنت إذا دعوني أكتب هنا كوفالنت بوند، كنت أخطط العمل هذا في الفيديوهات القادمة. الفكرة من الرابطة التساهمية هي أن ذرتين تتشارك الإلكترونات مع بعضهما البعض، لنرسم هنا إذا كان لدينا الأكسجين، الأكسجين يبدو هكذا، يمكن رسمه هكذا، ويمكن رسم الأكسجين أيضا بهذا الشكل. نعم، وإذا أخذنا الأكسجين هكذا وأضفناه لذرتي هيدروجين زائد 2 هيدروجين، الهيدروجين لديه إلكترون واحد، ماذا سيحدث
ربما لا تعلمون بعد إذا لم تروا رابطة تساهمية من قبل، لكن الذرات عمليا ستتشارك الإلكترونات. إذا هذا الأكسجين نضعه في المركز، لدينا هذه هنا نرسمها هكذا، إلكترونات الأكسجين بالأخضر، ومن ثم الهيدروجين سأرسمه بالبرتقالي. إذا لدينا 2 من الهيدروجين، إذا هيدروجين واحد سيكون هنا، ومن ثم هيدروجين آخر سيكون هنا. الآن ماذا حدث؟ حسنا، هذا الهيدروجين سيتشارك في هذا الإلكترون بالبرتقالي مع الأكسجين. هذا الهيدروجين سيتشارك هذا الإلكترون بالبرتقالي مع الأكسجين، وسيقول أنا لدي صفقة، والصفقة هي سأتشارك معك بالإلكترون البرتقالي، وأنت ستسمح لي اقتراض هذا الإلكترون الأخضر، وسأسمح لك باقتراض البرتقالي. كلانا سيشعر بنفس الشيء، سنستقر. الهيدروجين سيكون بخير لأن الغلاف S سيكون ممتلئ تماما، والأكسجين أيضا سيكون بخير لأن غلاف التكافؤ سيكون ممتلئ تماما بثمان إلكترونات، 2 منها مقترضات، إذا سيكون بخير هذه الرابطة التساهمية حيث الذرات تتشارك الإلكترونات. نعم، وأحيانا هذه ترسم هكذا، الأكسجين، هذه الإلكترونات الإضافية في الأكسجين، وسترسم كخط هكذا. نعم، وهذا الخط يوضح أن هناك إلكترونين بين الذرتين الذي يرسم بينهما، هناك إلكترونات الأكسجين، ومن ثم هنا إلكترونات الهيدروجين، وكلها متشاركة، هذين الرسمين يعنيان نفس الشيء، إذا الخط يعني رابطة تساهمية. الآن الفكرة الأساسية للحديث عن الرابطة التساهمية، والآن ليس وقت نقاشها، ولكن حتى يتسنى لي الحديث عن كهروسلبية، والفكرة التي جاء بها ليونس بولينج هي أنه في الرابطة التساهمية المشاركة ليست بالمساواة. نعم، حيث أن بعض الذرات ستحتضن الإلكترونات أكثر قليلا من الأخرى. إذا في هذه الحالة الأكسجين، تعلمنا أن الأكسجين هو هنا يحب جذب الإلكترونات كما ذكرنا، لديه طاقة تأيونية عالية، يحتاج لإلكترونين ليصبح توزيعه الإلكتروني نفس التوزيع للنيون ويصبح مستقر. إذا الأكسجين يحب الإلكترونات. الهيدروجين هنا يمكن أن يحصل على إلكترون واحد ومن ثم سيصبح مستقر في المدار 1s، أو قد يفقد إلكترون وسيتحول إلى أيون موجب، يمكن أن يسير بأي طريق، لذلك هو متناقض بالنسبة إلى الإلكترونات. نعم، هذا تحدث عنه في الفيديو السابق، لكن الأكسجين يريد إلكترونات حتى يصبح مستقر. رائع، إذا في هذه العلاقة بين الأكسجين والهيدروجين، الأكسجين هو أكثر كهروسلبية كما ذكرنا، وهذا يعني أنه يحتضن الإلكترونات بشكل أكبر. إذا أردتم رسم العلاقة هنا، ربما ستبدو هكذا إذا رسمتم هذه الرابطة، كل هذا تجريدي أو نظري طبعا، وربما سنرسمه بشكل أثقل قليلا في هذا الجانب، وهذا ليس متعارف عليه لكن أنا ابتكرته الآن. وإذا رسمتم فقط جزء الأكسجين والهيدروجين، نعم، ربما الإلكترونات تمضي معظم الوقت حول الأكسجين، ووقت أقل ستمضيه عند الهيدروجين، وهذا يكون صحيح بالنسبة للهيدروجين الآخر طبعا، يمضي وقت أطول حول الهيدروجين ووقت أقل أكبر آسف وقت أقل حول الهيدروجين ووقت أكبر حول الأكسجين. إذا الإلكترونيجاتيفيتي تعني أن مقدرة الإلكترونات على احتضان الإلكترونات مقدرة الذرات على احتضان الإلكترونات لمدة طويلة. الآن إذا أردنا إيجاد النزعة الكهروسلبية في الجدول الدوري، كيف باعتقادكم ستكون؟ ما هي العناصر التي من المحتمل أن تحتضن الإلكترونات أكثر؟ العناصر التي تحب الإلكترونات هي العناصر التي من الصعب التخلي عندها عن الإلكترونات، العناصر التي هي قريبة جدا من أن تصبح بثمانية إلكترونات، ستكون الكهروسلبية لديها عالية. طبعا الإلكترونات تكافؤ الغلاف الخارجي لديها، إذا كانت قريبة من الثمانية ستكون الكهروسلبية عالية، ستكون هي الهالوجينات خاصة، الفلور خاصة، لأنه يريد إلكترونات بشكل كبير، ولأن الذرة صغيرة الإلكترونات تكون قريبة من النواة. والسبب لعدم الحديث عن الغازات النبيلة، طبعا تعلمون لأنها عمليا لا تشكل روابط تساهمية، هي دائما مستقرة وسعيدة، إنها جميعا خاملة، الخاملة تعني أنها لا تفعل أي شيء. وهناك كلمة مماثلة هي الجمود، وهي الميل لتبقى في حالة راحة ولا تفعل أي شيء. لا أريد أن أخوض بهذا أكثر، لكنها خاملة لا تفعل أي شيء. إذا هذه العناصر تتفاعل وتشكل روابط تساهمية، هذه العناصر هنا، وعند تشكيل روابط تساهمية فإنها تحتضن الإلكترونات أو إلكترونات الرابطة أيضا. عندما هذه العناصر في الأسفل هنا تشكل روابط تساهمية، سيكون اللسان حالها يقول يمكنك الحصول على الإلكترونات،
نعم، لأنني لا أريدهم، أنا عمليا مستقر بدونهم. في الحقيقة هذه العناصر عمليا تتخلى عن الإلكترون التي لا تشكل حتى روابط سهمية وتسمى رابطة أيونية، سنتحدث عن هذا في الفيديو التالي. لكن كما ترون النزعة والميل هنا هي نفس النزعة لطاقة التأين. نعم، هذه العناصر يسموها طاقة كبيرة لانتزاع الإلكترون، هذا لأنها تحب الإلكترونات. إذا هذه العناصر هي أيضا كهروسلبية عالية، سوف تحتضن الإلكترونات في الروابط التساهمية. هذه العناصر طاقة التأين لها منخفضة، سهل جدا أخذ الإلكترون منها، لهذا السبب لديها كهروسلبية منخفضة. نعم، من غير المحتمل أن تحتضن الإلكترونات في الرابطة. الآن النزعة الأخرى التي يتحدث عنها الكيميائيين أحيانا هي الطبيعة المعدنية للعنصر، أو ما يسمى بالميتاليك نيتشر. هناك العديد من الأشياء التي تبدأ تدور في رأسي عند سماعي لهذا المصطلح. أتخيل عندما يتحدث أحدهم عن الطبيعة المعدنية، أتخيل أنه يجب أن تكون موصلة للكهرباء، يجب أن تكون مشعة، ويجب أن تكون قابلة للثاني، يمكن أن أحنيها بدون كسرها. هكذا أتخيل الطبيعة المعدنية. لكن الطبيعة المعدنية في الكيمياء تعني رغبتها لإعطاء الإلكترونات، هذه الطبيعة المعدنية، وفهمها مهم جدا. المعادن كما تعلمون موصلة جيدة للكهرباء، وهي قابلة للثاني، ولديها بحر من الإلكترونات، وهي أيضا موصلة جيدة للحرارة. دعوني من هذا، دعونا بنزعة الطبيعة المعدنية. أي الذرات محتمل أكثر أن تعطي الإلكترونات؟ طبعا هي في الأسفل في اليسار، كلما صرنا لأسفل الذرة تصبح أكبر، لذا الإلكترونات ستصبح أبعد عن النواة، إذا قوة التجاذب ستكون أضعف. إذا هذه الإلكترونات إذا هذه الإلكترونات هي مقيدة بشكل أضعف. وأيضا إذا كان لدينا إلكترون إضافي هنا أو اثنين إضافيين في الغلاف الخارجي، فهي تكون مستعدة للتخلص منهم حتى تصبح مكتملة في الغلاف الخارجي. إذا هذه العناصر تريد أن تعطي إلكترونات، إذا لديها طبيعة معدنية عالية. هذه العناصر تريد الاحتفاظ بالإلكترونات، إذا وتريد أن تأخذ أكثر، إذا لديها طبيعة معدنية منخفضة. في الحقيقة هذه ليست ذات طبيعة معدنية بشكل كامل. طبعا هذا الخط المائل له معنى معاكس في الطبيعة المعدنية، كلما صرنا للأسفل بالمجموعة حجم الذرة سيزداد، والإلكترونات الخارجية تصبح أبعد عن النواة. نعم، تصبح أبعد عن النواة، إذا قوة الإلكترون ستصبح أضعف، أو قوة التجاذب بين الإلكترونات والنواة ستصبح أضعف. إذا من المحتمل أكثر أن تعطي إلكترونات، إذا الطبيعة المعدنية ستزداد كلما صرنا للأسفل، والطبيعة المعدنية ستزداد كلما صرنا لليسار، لأنه عندما يكون لديها عدد من الإلكترونات في الغلاف الخارجي فإنها ستتخلى عنها. إذا الطبيعة المعدنية ستسير في الاتجاه المعاكس، ستبدو هكذا، لكن لنفس السبب، هذه العناصر تحب احتضان الإلكترونات، أما هذه فتحب إعطاء الإلكترونات. طاقة التأيون تزداد من أعلى اليمين هنا، والكهروسلبية تزداد إلى أعلى اليمين أيضا، أما الطبيعة المعدنية تزداد إلى أسفل اليسار. النزعة الأخيرة التي سنتحدث عنها هنا هي حجم أو قطر الذرة أتوميك راديوس. هناك عدة طرق مختلفة لقياسه، ولا يوجد طريقة تعتبر الأفضل، لأننا تحدثنا عن ذلك، الذرة ليس لديها نصف قطر ثابت. نعم، وهذا بسبب المدارات تعبر عن فرصة إيجاد الإلكترون 90% في المجال الخاص بالذرة، ويعرف نصف القطر للذرة على أنه نصف المسافة بين نواتي ذرتين متشاركتين من نفس النوع، من نفس العنصر. إذا رسمناها رابطة هكذا، هذا الشكل، هذه المسافة بين النواتين، ومن ثم يمكن القول أن نصف القطر للذرة هو هذا. أعتقد أن الفكرة وصلتكم، إنها تعبر عن حجم الذرة أيضا كما ذكرت، ويمكن أن نتصور أنه كلما سرنا للأسفل في أي مجموعة، أي أن حجم الذرة سيزداد، لأننا نضيف مستويات طاقة أكثر وأكثر، أغلفة أكثر وأكثر، والذرة تصبح أكبر وأكبر. في الحقيقة استخدمنا هذا في التفسير في طاقة التأين، كلما سنة للأسفل طاقة التأين تصبح أقل، أو الكهروسلبية تصبح أقل، إذا الذرة تصبح أكبر وأكبر. نعم، أو بتفسير معاكس طبعا. حسنا، الآن السؤال الذي يبدو بديهي، ماذا يحدث عند السير لليمين؟ نحن نضيف إلكترونات كلما سنة لليمين، لكن نضيفهم جميعا في نفس الغلاف. إذا كانت هذه النواة هنا، وكنا في غلاف معين أو مدار غلاف معين أيا كان، لنفترض أننا في مدار معين، كلما سرنا لليمين في الدورة نزيد عدد الإلكترونات في ذلك الغلاف. حسنا، طبعا هذا بشكل مبسط، وليس هذا كما تبدو أصلا. وكلما سرنا لليمين لدينا
عدد أكبر من البروتونات في النواة طبعا، إذا المركز هنا يصبح مشحون بالموجب أكثر وأكثر. إذا ما يحدث أو ما يحدث هو أن الإلكترونات تسحب للداخل، لأن الشحنة في المركز ازدادت في الموجب، لذا كلما سرنا لليمين في الجدول الدوري الحجم يقل. الحجم يقل، نعم، size decrease، رائع. ومن ثم سنقول ماذا يحدث عندما نسير إلى الدورة التالية؟ سنزيد البروتونات، هل هذا يقلل الحجم؟ نعم، لكن في نفس الوقت نحن نضيف الإلكترونات في غلاف جديد وهو أبعد، إذن يصبح أكبر عندما نسير في دورة جديدة. إذن حجم الذرة كلما سرنا للأسفل سيكون أكبر، large، وكلما سرنا لليسار يصبح أكبر أيضا، large. إذا حجم الذرة يصير من أسفل اليمين إلى أعلى اليسار. بشكل عام العناصر التي في الدورات الدنيا سيكون حجمها أكبر من تلك العناصر في الدورات العليا، بغض النظر لأي مجموعة تنتمي. لكن النزعة العامة داخل مجموعة كلما كان العدد أكبر كلما كانت الذرة أكبر. حسنا، أما خلال الدورة فكلما كانت البروتونات أكثر كلما كانت الذرة أصغر. انتهينا، في الفيديو التالي سنتحدث عن الروابط. نراكم.